ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم صينيه بطاطس بس مش في الفرن، وبطريقه سهله وبسيطه وسريعه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. غسلنا البطاطس وقطعناها بالشكل اللي احنا حابينه. هتبلها بشويه بصل وملح وفلفل شويه كده صغيرين. هنحط شويه زيت مش كتير ونخلط كله مع بعضه كويس قوي. دي برضو بتدي الصراحة طعم مميز قوي للبطاطس، لان خلاص هي بتبقى متشربة كويس قوي ومتبلة لوحدها على جنب البصل والملح والفلفل. هنسيبها على جنب ونجيب الفراخ بتاعتنا. انا بحب اغسل الفراخ بالملح والخل والمية عشان تبقى لونها ابيض وحلو كده معانا. هنرصها هنا. هنجيب بقى بقية البصل المبشور معانا. هنحط عليه ايه؟ نحط عليه شوية جنزبيل مطحون وشوية قرفة مش كتير، بهارات فراخ، ملح وفلفل وشوية فلفل، ونضيف شوية خل في الآخر عشان برضو بيدي طراوة للفراخ. نخلط كل ده مع بعض كويس قوي في الطبق وننزل بيهم على الفراخ. هنتبلها برضو، ممكن نسيبها في التلاجة شوية بقى احسن. كل حاجة اللحوم خاصة لما بتتبل لفترات كويسة، ويا سلام لو بايتة طبعا في التلاجة، بتدينا نتيجة وطعم احسن، خاصة للناس اللي مش بتحب اللحوم قوي او بتبقى شايلة هم الزفارة بتاعتها. دي بتبقى كويسة وبتشيل اي طعم زفارة في اللحوم. نتأكد ان التتبيلة وصلت للفرخة من كل حتة كده. كده تبلنا الفراخ والبطاطس، هنسيبهم شويه في التتبيله وبعدين نعملهم مع بعض. نحط شويه زيت في الصينيه بتاعتنا. نتاكد كويس ان الطاسه سخنت، عشان لو مش سخنه الفراخ هتنزل الميه بتاعتها. ونبتدي نحط الفراخ. نحاول نقلب فيها بالراحة بحيث ان هي ما تلزقش مننا في الصينية، ويبقى شكل التحمير حلو. يعني نحافظ على التقليب شوية كده وشوية كده، ما نسيبهاش فترة طويلة كده لغاية ما تبقى معانا باللون الذهبي. بص هنا كده خلاص الفراخ بقت لونها ذهبي معايا. الوش اللي احنا بنعمله في الفرن احنا عملناه في الصينية. هطلع بقى الفراخ دلوقتي. بقى خلاص نطلع الفراخ نحطها على جنب ونكمل الوصفة. في نفس الطاسة هننزل بالبطاطس اللي متبلينها، بس ايه، نحاول ما ناخدش اي مية نزلت من البطاطس كده. هنقلب شوية كده البطاطس المتبلة في نفس مكان الفرخة، وبحب اضيف ليها فلفل اخضر بيدي طعم تحفة، لازم تجربوها. كده البطاطس خدت معانا لون ذهبي شوية. هننزل بقى بفصين ثوم مهروسين، ودي برضو حاجة تانية بتخلي كل الصواني تقريبا حلو قوي. اضافة الثوم على سواء صينية بطاطس او البامية بيبقى حلو قوي. هننزل بعصير الطماطم ومعلقتين صلصة كبار. ما اقولكوش على ريحة الثوم مع الفلفل، عاملة شغل فظيع. نقلب كده. نحط بقى رشة ملح عشان الطماطم ورشة فلفل، ونقلب تاني ونحط الفراخ كده. هنغطي الحلة نسيبها حوالي نص ساعة وكده هتكون جاهزة معانا. ندهن كده شوية الفرخة بالصوص عشان تتشرب منها، وبرده ونحافظ عليها ان هي تبقى طرية ما تنشفش مننا، ونغطيها تاني ونسيبها تكمل سوا. البطاطس والفراخ استووا معانا، وبكده النهاردة خلصت حلقتنا. يا ريت تجربوها وتقولي ايه رأيكم. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.